كمل بقى. انا مش هقاطعك. بس هنروح لزميلنا كريم احمد. نروح مع كابتن سيد عبد الرحمن. نروح الفاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع رغم هترجع لي انا في حته بس سهله. ارجع لك يا كابتن علاء ان شاء الله. اتفضل يا كريم. مستمرين معاك من جديد يا كابتن ايمن شوقي طبعا، وبارك لك وبارك لكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، مبروك يا كابتن سيد. زي ما انت قلت يعني، قلت لو رحنا بشخصيتنا وشخصيه ماتش الوداد والكواليس اللي كانت في مباراه ماتش الوداد نقدر نعدي مباراه في اجواء صعبه جدا. هو ده النادي الاهلي، ببارك لك وبارك لكل اللعيبه وكل الجهاز الفني. الحمد لله طبعا يعني مباراه في مشوار مش سهل طبعا، واحنا اللي حاطين نفسنا قبل المباراه في وضع زي ده. صحيح كنا في المباراه الاولى كان متسيدين الموقف تماما، ولو تعادل المباراه مليار مره مش كميه الفرص اللي جات لك دي ما كنتش هتضيعها، لكن هي دي كره القدم، لما بتديك ظهرها بتبقى الامور صعبه جدا. حاله التركيز لما جينا هنا كانت باينه جدا على الوشوش، واحنا كلاعبي الكوره او ناس مهنيين في الموضوع بتبقى حاسس من الوشوش، من نبرات الصوت، من او التون بتاع الصوت، نبره الكلام، حاله الجديه اللي بتبقى حتى وانت قاعد بتاكل او بتبقى فيها اجتماعات يعني. الحمد لله بشكر اللعيبه جدا على المجهود اللي عملوه، بشكر اللعيبه جدا على حاله التركيز اللي كانوا فيها، بشكر اللعيبه جدا على فرض شخصيتهم وعزيمتهم على الارض الصعب قوي يعني. والواحد بيقول برضو يعني عشان نشوف يعني البطولات بتتعمل عشان تشوف مستوى فني جيد، اعتقد لازم يبقى فيه، مش عايز اقول وقفه يعني ولا حاجه، لكن من باب اولى دي البطوله الاهم والاقوى في افريقيا، نوعيه الملاعب تبقى مختلفه، اتمنى كده يعني. انا ما افرضش رايي ولا حاجه، لكن اتمنى كده. نوعيه المباراه، نوعيه الملعب تبقى مختلفه. نوعيه الملعب صعبه جدا جدا ان انت تلعب فيها، وخصوصا لو 2 الظهر كرم من عند ربنا النهارده، ربنا وحده النهارده الحمد لله رب العالمين يعني جاب لنا جو الى حد مقبول جدا يعني. لو شفت اول يوم انت كنت معانا كانت الاجواء صعبه جدا، حاله الارض مع سخونه الارض دي ما اتغيرتش من 2005 يعني 16 سنه بنجيل صناعي، مع اصلا جوده النجيله الصناعيه وحشه او الدرجه بتاعتها وحشه جدا، فانت بتلعب على تراب يعني يبان انها اخضر لكن كلها تراب. لما بيبقى في درجه حراره عاليه ال- 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 السخونه بتطلع على طول على 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 اللعيبه، لكن الحمد لله يعني قلنا لهم كده امبارح واول امبارح، قلنا لهم ايا كان الوضع المدرب بتاعهم قال لك اتمنى اكون جو درجه حراره عاليه جدا جدا، لكن الحمد لله رب العالمين رساله الاهلي ولاعيبته كانت اهم بكثير يعني. كل اللي عايز اكد عليه برضو هي نفس اللي قلته المباراه اللي فاتت، هي مباراه وعدت خلاص، هي مباراه ضمن المجموعه، مش هي الفاينل ولا هي اللي بتاديك للفاينل، لسه في مباراتين تانيين يعني، هي خطوه من مجموعه ان شاء الله الرحمن في اللي جاي يبقى احسن باذن الله. في غياب وليد ومعلول كان مديها دفعه كبيره قوي للعيبه يا كابتن سيد، يعني يمكن معلول بقيمته الكبيره ووليد بخبرته الكبيره رغم ان مش موجودين مع الفريق، لكن كل اللعيبه كانت بتتكلم ان لابد ان احنا نكسب، الامر ده بتتفق معايا فيه ولا لا يا كابتن؟ بص انا دايما قناعاتي الشخصيه يعني لكل هويه او لكل فرقه فيها هويه فيها شخصيه، ممكن يغيب عنصر او 2 او 3 لكن هويه الفرقه موجوده، يعني اللي انت ذكرتهم بجانب مجموعه من اللعيبه كمان اللي ما شاركتش زي محمود وحيد زي صلاح محسن النهارده، يعني امبارح حس شويه بالعضله الاماميه، يعني فكر موسيماني ان انا ممكن احتاج في اخر 10 دقائق لو النتيجه قريبه وانت نزلت يعني هفقد التغيير، ولو كنت التغيير الاخير فممكن العب ناقص، هو حس شويه بالعضله الاماميه صلاح محسن ومحمود وحيد وكهربا وعلي معلول ووليد سليمان، كل دي وكل المجموعه اللي كانت معانا دول كانوا معانا يعني رامي ربيعه واكرم وناصر ماهر برجوع والناس المجموعه اللي كانت مجموعه موجوده معانا، كل دي موجوده معانا يعني، لكن انا اقصد الناس اللي هي يعني ما سافرتش معانا يعني، كل دول فتره راحه ان شاء الله الرحمن نبقى مميزين فيها التعامل معاها بشكل كويس ونقفل الصفحه ديت بتاعت فيتا، لان احنا كنا يعني مش عايز اقول مضغوطين لكن كنت بتلعب على نتيجه احنا الاثنين داخلين المباراه واحنا 4 نقط واربع نقط، يعني لو هو لا قدر الله كسبك كان هيبقى عنده ميزتين، ميزه فرق النقاط وميزه اللقاءات المباشره، فبالتالي كانت هتبقى الامور صعبه، فمن هنا يعني الحمد لله كانت نتيجه المباراه واهميتها يعني. لكن كل ده اقفله بقى لان عندنا 5 ايام هناخدهم راحه، ناخد نفسنا بشكل كويس ونستعد للمشوار سواء كان افريقي او محلي بشكل جيد ان شاء الله. شكرا. مبارك من جديد اكيد يا كابتن ايمن للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بيئه للنادي الاهلي. اجواء صعبه جدا شويه يمكن في هذه اللحظات، يمكن خلاص لعيبه النادي الاهلي بتغادر ويمكن هنغادر دلوقتي الاستاد، لكن في بعض الجماهير متواجده
يعني حوالين حافله النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله نقدر نتوجه مباشره على مطار كينشاسا. عايز اقول لك احنا على طول يا كابتن ايمن البعثه كلها تكون متواجده في المطار، ومنها ان شاء الله بسلامه الله يصل الجميع الى القاهره. مستمرين معاك بالتاكيد يا كابتن ايمن، ولقاءات خاصه هنا من كينشاسا ملعب الشهداء عقب فوز النادي الاهلي على فريق فيتا كلاب الكونغولي.